أهلا بالسادة مبدعي وشاعري جمهورية مصر العربية من جميع أنحاء الجمهورية. أهلا بكم في أرض محافظة الفيوم. أنا برحب بكم طبعا، محافظة الفيوم دي محافظتكم، فأنتوا نورتوا محافظة الفيوم وشرف لينا أن تكونوا معانا. وأنا بالنيابة عن شعب محافظة الفيوم بتوجه لكل أشقائنا وكل حضراتكم بخالص التحية لوجودكم معانا هنا في الفيوم إن شاء الله. أنا طبعا مش هقول غير أن أنتوا حضراتكم منتجي غذاء العقول، أنتم منتجي الرأي والكلمة الحرة. العالم أصبح قرية كونية صغيرة، الكلمة فأنتوا اللي تديروا الكلمة. الكلمة النهاردة أصبحت تشن حرب، اقتصاد، تجارة، كل أنواع الكلمات النهاردة مؤثرة، وده من حضراتكم. أنتم لا تستطيعوا أن تدوروا الكلمة كما تشاؤون وكما ترغبون. بكم تنهض شعوب، في أمم كثيرة وشعوب كثيرة نهضت بسبب شعرائها ومبدعيها. أنتم هنا في مصر في أرض الحضارة، أرض 7000 سنة، وعندنا طبعا ما قبل التاريخ، يعني محافظة الفيوم فيها اكتشافات ما قبل التاريخ، يعني عندنا حاجات بتكتشف إنها ما قبل 42 مليون. Oh, oh, oh. That was the one.